طيب فضل الشيخ، إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقائق، هل هذا صيام هذا اليوم صحيح؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس بدقائق وجب عليها أن تفطر، وهذا اليوم يجب عليها أن تعيد، أن تقضي صيامه، تقضيه بعد رمضان، لأن الصوم هو الامتناع عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وما دام أنها حاضت قبل غروب الشمس ولو بلحظات فهي قد فسد صومها بسبب هذا الحيض في نهار رمضان، في نهار رمضان، فالواجب عليها أن تقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان. طيب فضل الشيخ، إذا طهرت قبل طلوع الفجر بقليل ولم تستطع أن تغتسل، هذه مسألة حقيقة مهمة، وأرجو من الأخوات أن يتنبهن لها، الأخوات المسلمات يتنبهن لها. لو أن المرأة تطهرت قبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر، مثلا مع طلوع الفجر رأت الطهر، والطهر يعرف إما بالقصة البيضاء أو بما يسمى النقاء الكامل وهو الجفاف، فهنا في الحقيقة يجب عليها أن تنوي الصيام ولو لم تغتسل، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الاغتسال من الحدث الأكبر. الآن بعض الناس يعتقد أن من شروط صحة الصيام الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل عليه الصبح وهو جنب عليه الصلاة والسلام، فما يغتسل إلا بعد دخول الوقت وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وهو صائم. فدل هذا على أن الصيام ليس من شروطه الطهارة. فالمرأة الحائض إذا رأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظات أو مع الفجر وجب عليها أن تنوي في قلبها أن تصوم هذا اليوم، ثم بعد ذلك تغتسل، ولو اغتسلت بعد أذان الفجر ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر ما في بأس، لا ليس عليها بأس في هذا، المهم أنها تنوي أن تصوم هذا اليوم. وأما إذا طلع عليها الفجر بمعنى أذن المؤذن وانتهى الأذان، وهي الأذان الثاني طبعا، وهي لم تنوي في قلبها أنها ستصوم هذا اليوم، فوجب عليها أن تمسك بقية اليوم وأن تقضي هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، تمسك هذا اليوم، تمسك هذا اليوم وتقضيه.